يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. أسرة أخبار الرياضة نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. أنهى المنتخب الإيطالي لكرة القدم جولته التحذيرية في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على الإكوادور بهدفين دون رد في المباراة الدولية الودية التي جمعت المنتخبين الأحد. أشبال سباليتي سجلوا الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق بيليغريني، ليضيف باريلا الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. ويستعد المنتخب الإيطالي للمشاركة في بطولة أمم أوروبا الصائفة المقبلة في ألمانيا، أين سيكون مطالبا بالدفاع عن لقبه المحقق في النسخة المنصرمة. كنا جيدين على أرض الملعب، في الشوط الثاني لم نصنع الفرص ودافعنا أكثر. حين تفقد الكرة بالطبع عليك أن تدافع، فعلنا ذلك ككتلة واحدة. في الشوط الأول تقدمنا جيدا، أما في المرحلة الثانية فقد تراجعنا قليلا، كان الفريق في المواقع المناسبة وقدمنا على العموم مباراة جيدة. إذن مشاهدينا، وللحديث عن ودية إيطاليا الإكوادور وكذا استعدادات المنتخبات الإيطالية لليورو، معنا من العاصمة القطرية الدوحة الإعلامي التونسي وائل فطوش. وائل، صباح النور، أهلا بك. إذن المنتخب الإيطالي بقيادة سباليتي يحقق فوزا مهما من الناحية المعنوية على حساب الإكوادور، كيف وجدت أداء المنتخب الإيطالي في هذه المواجهة؟ نعم، تحياتي لكم استاذ خالد ولكل مشاهدي قناه الجزائر الدوليه، وشكرا على الاستضافه. المنتخب الايطالي للاسف الشديد اقول انه منذ فوزه باليورو لم يرى وجه جيدا لمنتخب ايطاليا، رغم الفوز على الاكوادور مع سباليتي وحتى سابقا مع مانشيني المنتخب الايطالي لم يظهر بشكل جيد. حقيقه الانتصار هو من ناحيه النتيجه جيد، ولكن من ناحيه الاداء المنتخب الايطالي لم يكن بالشكل المطلوب. اعتقد انه لوتشانو سباليتي عليه ان يستغل ربما قوه انتر في الدوري الايطالي، ان يشكل منتخب ايطاليا بنواه يعني اساسيه من لاعبي الانتر، بما انه هذا النادي تقريبا يتكون من تشكيلته الاساسيه سته لاعبين من منتخب ايطاليا، تحدث عن دارميان، نتحدث عن أتشيربي، باستوني، كذلك الحال دي ماركو، باريلا، فراتيزي. يمكن استغلال لاعبي الانتر لتشكيل منتخب ايطاليا وتكوين طريقه لعب تشبه نوعا ما طريقه لعب الانتر مع سيموني انزاجي. سباليتي حسن جزئيا هذا الامر حيث دخل يوم امس بخطه يعني ثلاثه مدافعين ولاعبين في الوسط، ليست يعني مطابقه 3-5-2 ولكن 3-4-3. مع الوقت ربما يحسن الامور، لكن المنتخب الايطالي حقيقه لا اراه مرشحا للفوز باللقب، ويختلف عن نسخه مانشيني في اليورو الاخير. طيب وائل، نتحدث عن استعدادات المنتخبات الاوروبيه للحدث الاوروبي الكبير الصيفه المقبله في المانيا، تابعت اكيد مباريات وديه بين انجلترا والبرازيل، شاهدنا ايضا المانيا التي عادت بقوه وفازت على فرنسا بهدفين، الى اي مدى يمكن اعتبار هذه المواجهات معياريه، خاصه وان هذا الموعد التحضيري هو اخر موعد قبل خوض غمار اليورو؟ نعم، هذه المواجهات لا يمكن ان تكون معيار حاسم، لكنها معيار مهم جدا بالنسبه للمنتخبات التي انهزمت تحديدا، نتحدث عن فرنسا وعن المنتخب الانجليزي، لانه هزيمه فرنسا كانت امام المانيا والمنتخب الانجليزي امام البرازيل، في نهايه الامر المنافسين من الحجم الثقيل، نتحدث عن منتخبين كبيرين، خاصه المنتخب الالماني من المنتخبات المرشحه للفوز باللقب. اعتقد انه المنتخب الانجليزي يمتلك لاعبين ممتازين، الهزيمه امام البرازيل في ويمبلي لا يمكن ان تكون حكما قطعيا على المنتخب الانجليزي. اعتقد انه سيكون يعني مرشح جدي للمنافسه على اللقب، اضافه الى المنتخب الفرنسي الذي دائما لا يكون بالشكل المطلوب في اللقاءات الوديه، ولكن نعرف جيدا المنتخب الفرنسي مع ديشامب منتخب
يكون أفضل دائما أثناء البطولات الرسمية وأثناء البطولات المجمعة، ربما كأس العالم الأخيرة أكبر مقياس، لكن ديشان في النسخة الماضية في اليورو لم يكن جيدا. هذه الفرصة الأخيرة بالنسبة للمدرب المنتخب الفرنسي، إن لم يتوج ربما في اليورو قد تكون هناك إقالة وشيكة. أعتقد كما قلت المنتخب الألماني قدم نفسه بشكل جيد جدا وعالج نفسه بشكل ممتاز مع ناجلسمان رغم الوقت القصير، عكس ذلك تماما بالنسبة للمنتخب الفرنسي، هزيمة في وقت جيد لإصلاح بعض الأمور. فعلا، إذن الإعلامي التونسي وائل فطوس كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا على كل هذه الإضافة والمداخلة القيمة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. نشاطنا متواصلة مشاهدينا الأفاضل، إذ يختتم سهرة اليوم الاثنين منتخبا بوليفيا وأندورا مشاركتهما في الدورة الكروية الدولية التي تنظمها الفيفا في الجزائر بمواجهة تجمع بينهما على أرضية ميدان ملعب 19 ماي بعنابة بداية من الساعة 10 ليلا بتوقيت الجزائر. وكان منتخب أندورا قد تعادل في لقائه الأول أمام جنوب إفريقيا بهدف في كل شبكة، فيما انهزمت بوليفيا أمام الجزائر ب3 أهداف لهدفين بملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية. تكثف الجزائر بمختلف اتحاداتها الرياضية وأفراد نخبتها مساعيها لمضاعفة عدد الرياضيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس المقبل الصيفة المقبلة إذن، الذي يعد إذن محطة هامة لتأكيد سلسلة النتائج الإيجابية للجزائر في آخر الاستحقاقات الرياضية القارية. سباق بلوغ أرفع الدورات الرياضية الدولية الألعاب الأولمبية لا يزال محتدما بين مختلف الدول الساعية إلى حجز أكبر عدد ممكن من المقاعد لرياضييها بالعاصمة الفرنسية باريس مع اقتراب موعد انطلاق المنافسة، مسعى تكثف له الجزائر الجهود عبر مختلف اتحاداتها الرياضية وأفراد نخبتها لمضاعفة عدد المتأهلين قبل غلق نافذة التأهل في أغلب الاختصاصات شهر جوان المقبل. موجة التألق اللافت للجزائر في مختلف التظاهرات الرياضية القارية والدولية في شتى المناسبات عجلت بزيادة عدد ممثلي الجزائر في العرس الأولمبي ليفوق 30 رياضياً أبرزهم في المصارعة بعد النتائج المميزة في الدورة التأهيلية بمصر، وأيضاً في الملاكمة وألعاب القوى والمبارزة وغيرها من الاختصاصات. وبما أن سباق التأهل ما زال مفتوحاً، تسعى الجزائر إلى رفع عدد المتأهلين من أجل التألق في قلب العاصمة الفرنسية باريس في ظل الحظوظ الوفيرة بعدة رياضات، منها الجودو الذي لم تحدد فيه بعد قائمة المتأهلين بصفة نهائية، كما أن حلم التتويج الأولمبي لا يقتصر على الثنائي المتألق مسعود إدريس وأمين بلقاضي فقط، بل الرياضات الأخرى حصة أيضاً على غرار الجمباز بفضل الفراشة والبطالة العالمية كيليان مبور. ولعل من أبرز مؤشرات بصم الجزائر على مشاركة مشرفة في الأولمبياد المقبل نتائج رياضيها في آخر تجمع رياضي قاري في غانا بنيلها 114 ميدالية، منها 29 ذهبية في نسخة 13 من الألعاب الإفريقية. نخبة من الرياضيين الأبطال قاريا ومتوسطيا وعالميا يسعون إلى التألق أولمبيا ورفع راية الجزائر عاليا. إلى أخبار التنس، تأهل الروسي دانيال ميدفيديف إلى ثمن نهائي بطولة ميامي المفتوحة بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري بسهرة الأحد. ميدفيديف إذن حسم المواجهة بمجموعتين دون رد بواقع 7-5-6-1 ليواصل المصنف ثالثا عالميا حملة الدفاع عن لقبه. ختام الموعد الرياضي مشاهدينا الأفاضل، للمزيد من الأخبار تابعونا عبر مختلف منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة. السلام عليكم. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.
موبيليس معا نصنع المستقبل.